شمال جنوب وغرب وشرق، اعطي صوتك واعمل فرق، انت اردني ولك الحق، صوتك بكره راح يفرق. انتخابات اعتاد عليها الاردنيون منذ عام 1880 اللي هي انتخابات البلديه، وانتخابات تحصل لاول مره في تاريخ المملكه، والتي تسمى باللامركزية أو مجالس المحافظات. شهدت كافة مناطق المملكة يوم الثلاثاء الماضي إقبالاً من المواطنين على مراكز الاقتراع لانتخاب رؤساء وأعضاء البلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان لأربع سنوات قادمة. لاحظت الإقبال جيد جداً كالمعتاد، وأيضاً يعني المرشحين كل التزم بال يعني ترشيحه لزميله أو للآخرين ما تعدى على حقوق غيره، ونتمنى التوفيق للجميع. عرس ديمقراطي بأريحية بسلاسة قاعد بصير عملية التصويت، الجو الأسري والألفة والمحبة بين المرشحين وبين الناخبين، يعني جو أسري ومثل ما انتم شايفين جو عائلي، والحمد لله عملية سير الانتخابات جيدة جدا. الله يديم هالبلد ويديم سيدنا فوق روسنا يا ربي، ودائما عندنا بالأردن انتخابات محبة. إنه منبارك للأردن بهذا العرس الانتخابي، عرس كان أكثر من رائع، ومنشكر جلالة سيدنا اللي بيتيح فرصة لكل الأفراد ولكل الناس إنه يمارسوا حقهم الديمقراطي بهيك بلد ديمقراطي. صارت العملية بكل سلاسة وسلام وحيادية ونزاهة، وتعامل مع كل الناخبين سواسية دون التعامل مع أي طرف مقابل طرف آخر على حساب الآخر، وتم إرشاد الناخبين وإيصال المعلومة الكافية لهم بالإجراءات العملية الانتخابية، بدءا من عملية التدقيق الهوية المدنية وحتى وضع الورقة الاقتراع في الصندوق المخصص له. العملية الانتخابية تجري يعني بكل دقة ويعني وهدوء، وعلى ما أعتقد أنه يعني كل الأمور كانت تمشي بكل أريحية، وكان في كثير نظام وهدوء بالعملية الانتخابية. وقد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية لاثنتي عشرة محافظة بالإضافة إلى أمانة عمان. وبينت الهيئة أن الانتخابات التي أجريت في 5000 قاعة موزعة على 384 دائرة انتخابية في كافة مناطق المملكة قد جرت بأعلى معايير الشفافية والنزاهة. ووفق النتيجة النهائية لتلك الانتخابات المزدوجة والتي شارك بها حوالي 1.25 مليون ناخبا وناخبة من أصل 4,110,000 شخص، فقد شكلت المرأة ما نسبته 53% من إجمالي الناخبين، خصص لها على مقاعد الكوتا النسائية 32 مقعدا علاوة على مقاعدها التي حصلت عليها بالتنافس. وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة قد عقد مؤتمرا صحفيا شرح خلاله الجهود التي بذلتها الهيئة طوال الفترة السابقة لتعريف المواطنين بآلية وطريقة الاقتراع والاستعدادات والتجهيزات التي سبقت الانتخابات، معولا على دور الإعلام في التشاركية مع الهيئة لإنجاح الانتخابات. مهمة الهيئة المستقلة بموجب قانونها هي أن توعي وتثقف المواطن على آلية الاقتراع وآلية الفوز، كيف يراجع الجدول، أين يذهب، كيف يستدل على صندوق الاقتراع الذي هو مسجل به، يعني العملية الإجرائية. بينما الاشتباك مع المواطنين في مفهوم اللامركزية حسناتها سلبياتها إيجابياتها كانت منوطة بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. نعتقد أنهم عقدوا نقاشات عدة في ذلك. القانون جديد يحتاج إلى وقت إلى تطبيقه، ونعتقد أنه بالتدريج المواطن في النهاية سوف يدرك هذه القضية، لا سيما كما ذكرت هذا مشروع قانون جديد، بينما البلديات من ما يزيد عن 130 سنة ينتخب الدنيا. نحن من خلال لقاءاتنا مع الناس واشتباكنا الإيجابي مع كافة فئات المجتمع وجدنا أنه هناك فيه اهتمام كبير
في الانتخابات وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات اللامركزية، كونها هي خطوة جديدة وهيكل جديد من أشكال الحكم المحلي، وبالتالي من فرصة لمشاركة الناس باتخاذ القرار. نأمل أن تكون، وكما كإعلاميين تراقبت وتابعت بالأمس، كانت هناك في أخبار حول جهات رقابية أنه نسبة تكون المشاركة إن شاء الله مرتفعة، نأمل ذلك. نعتاد في الهيئة المستقلة للانتخاب أن نقدم وصفا للعلاقة ما بين الهيئة المستقلة للانتخاب ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بأنها علاقة تشاركية تقوم على الشراكة في التوعية والتثقيف وعلى الرقابة في العملية الانتخابية كدور أساسي ومهني للإعلام في مثل هذه الانتخابات. الواقع الإعلام له الدور الأبرز وفق ما يصفه دائما رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب دكتور خالد الكلالدي، دائما بيقول إنه الإعلام هو الرقيب، ما ترحمونا، حتى هاي كلمته، ما ترحمونا الإعلام، على أساس إنه يتعامل مع الإعلام من جانبيه، ناقل للحدث ومراقب على العملية الانتخابية، وهو دور هام جدا. ياريت كل مؤسسات الدولة تمنحوا للإعلام أنه يكون الإعلامي رقيب على الأداء سواء الرسمي أو المدني بشكل عام. الإعلام يزاحم الهيئة المستقلة إيجابيا طبعا اليوم في الانتخابات البلدية واللامركزية من الجانب الرقابي، من الجانب التغطيه الحدث، إضافة إلى جانب هام جدا قام به الإعلام خلال الفترة الماضية متخصص أو متعلق بموضوع التوعية والتثقيف. انت وردوني ولك الحق. Bye.